السلام عليكم ورحمة الله، تحية الإخوان الطيبين الأحباب والصحاب من قنيطرة الطيبة من كراج أطول درحمو. تحية لكم، توحشناكم، عدنا ولله الحمد والمنة. وكنشكروا الأحباب والصحاب اللي زارونا في ذكالة وكبروا بينا، وناس من مراكش الصويرة، آسفي الوالدية، ناس سطات، ناس مراكش، ناس وريكا، كاع الناس اللي نسيتهم سمحوا لي، عزاز وغاليين، شكرا والله ما قصرتوا معنا. تحية طيبة لكم الأحباب والصحاب. الحمد لله اليوم في الأمسية السعيدة يوم الأحد، الأخ طيب زارنا البارح، ناس ديال الرباط الله يدخل عليهم هذا البيان بالخير والبركة والصحة والسلامة، سيارة بالصح في قمة الروعة وفي قمة الجمالية وبياسة مفقودة الإخوان. كثرت عليها التعليقات وكثرت عليها الهضره، ولكن راه سياره نادره جدا وسياره ممتازه وسياره رهيبه، والله رهيبه يا اخوان، والله العظيم. ها انت شوف لي الكريستال الحبيب، شوف 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 ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف شو اللي شوف شو الكريستال، شوف شو 2017 الامبورتينا في بيسه قليله صاحبي، 300 530 550، المهم باك ام باك دي باك جي ار، حسبها كي بغيتي. المهم عندك شي وحيده ارسلها لي في واتساب، 5000 درهم ديالك، 2000 درهم باش ما قنعتي ما تشرطش عليا، بشرط جيبها لي تكون البيع بهاد لي بري وبهاد الاثمنه، يلا تحت ال 40 وهضر معايا فيها، يلا تكون ضاربه 120000 وهضر معايا فيها تحت ال 40، 2000 درهم ديالك اسيدي جيب لي هاد الخير تبارك الرحمن. فين باقي نعلقوها دابا؟ انا شغوف بالسيارات ماشي مساله ربح. هذيك حله ولدي، الله يفتح لك ابواب الجنه. انا الاخوان الله يفتح لكم ابواب الخير وابواب الجنه. انا الحبيب هاي بياسه وحده صاحبي، والمغرب راه فيه عشرات المليون اللي كيتمناوها هاد السيارات. يلا منين نجيبو دابا الثانيه ولا الثالثه؟ ماشي مساله ربح الاخوان، ماشي مساله ربح، مساله عشق اول شيء، مسألة المليح شي حاجة تحمر لك وجهك، والله اللي كيجي كيدخل الكراج كيدوخ كيبقى يشوف فيها، والله ما كاينه. وبقى قول لي انت ماشي باك ام، انا ما كنعرفش في دوك التعليقات، انا سيدي انا ما كنعرفش، انا هبيلة اعطيها لي سيدي. والله العظيم تيبقى قول لي ماشي باك ام، ماشي ام، ماشي دي، ماشي جي، هذاك الشيء ما شغليش انا، انا ركبنا على البيمة تاعي ناو. ولكن هذه يا صاحبي راه قليله، شكون يخرج لك هذه السياره؟ فينا هي دابا؟ لقيناها، دازت عندي وحده ايبريد اللي عقلتو عليها، والحباب الصحاب العشاق ديال البام راه يعقلوا على البام الايبريد اللي دازت عندي يا صاحبي 2023، بالله عليك عاود طحت عليها دابا، عاود جبدتها، شنو عيسوى مليون قدامها كاع ديال الربح ولا 8000 درهم مع الاتعاب وهاد الهيلاله وهاد الكراج وهاد المصاريف وهاد الجري وهاد ما تلعبها صاحبي. ولكن اللي كتبقى فرحه هو دوزتي واحد البياسه وعطيتيها للناس اللي كيقدروها، ويجي عندك الانسان المحل ديالك ويزورك وعنده الجديه والنيه صافيه وباغي يدي السياره ناضيه، فكدير مجهود وكتراعي وكتعطيها له من الاخر، والله دي لا رب سوى. فينا هي هذه؟ هي الله يدخلها عليه بالصحه والسلامه، هي تريزيرفات ليه غدا ان شاء الله، اثنين غيجي يكتب معانا، والله قيمتها اكثر من فلوسها الاخوان، شكون يبيع لك هذه يا صاحبي؟ يلا عاوني يا الحبيب، انت نيت عاوني على الحصول على وحيده بحال هذه، هاي تكون 2017 الفوق ويكون كيلومتراج 125، يلا ولا شي سيريسات بهذه العموريه، الام الام ولا الباك ام، جيبنا سيدي اسونس ولا مازوت جيبها لنا، لقينا اسونس. انا سيدي ما كنعرفش كيقول لك ما كايناش في المازوط، وهذه صنعتها انا، هذه راه مازوط اصاحبي 6000 درهم مازوط، ها انا صانع انا، كيقول لي لا ما كاينش عافي سانس، واشنو تحسب هادو؟ شنو هادو؟ شنو هما هادو؟ ماشي الامادي، ها شنو هادي؟ ماشي الخياطه اوريجينال، هانا ماشي الكربون، هانا هاديك راه كتم الام ورا فيها الهربه، الام ورا فيها سانس، فيها الغاز، فيها الجوانت الخلعه، فيها البريباراسيون، هضره اخرى اللي بغيتي تبريباري عاوتاني. انا كنهضروا على الباك كيما خارج من لاميزو هكا بهاد الجمالية، تلقاه بهاد الجمالية وبهاد البري يا صاحبي، تهضر معايا تحت الربعين، فينا هي؟ يلا جيبها لي تحت الربعين هاكا، 2000 درهم 5000 درهم، والله مساخي بها والذي لا رب سواه، تبقى في الكراج نشوف فيها. يلا الحبيب عاوني ودعمني ندبر على شي وحيدة أخرى عاوتاني. شوف أصاحبي الجديد، شوف شوف اصاحبي، راه كنتمناو حنا المحتوى يكون في المستوى وهاد الجماليه ديال هاد السيارات، شوف الدبل طواصح، شوف العماره كاين شي حاجه ناقصه في العماره،
مازوط هذه الضريبة 6000 درهم، ها هي ها هي 550 اسيدي، تكون على 510 ما عندناش مشكل، ها اللي حاضر هو هذا، انا كنبيع لك على البونوكازيو باش انا صنعتها والحمد لله مني لقيتها بعدا. يلا وذوقني يا صاحب فهمني، وانت شنو عتبين لي؟ يلا ارسل لي انت شي حاجه في واتساب في النمره 06 61 97 77 27، ارسل لي شنو اللي حاضر دابا عندك في السوق، حنا راه في السوق المغربي يا صاحب، تقام تبع لي انستغرام ولا انا موجود، بين لي فينا هي لقيناها، وادخل لجوجل وشوف التصاور تتفرج بعينك تيطيبوا بالتصاور، والواقع ما كاينش من داكشي اللي كتشوف في جوجل. انت عزيز وغالي ما شاء الله تبارك الرحمن، انا اللي عمر كنشوف معاه في التصاور اصاحبي، انا نبقاو الواقع اصاحبي، الواقع هو هذا، الواقع هو هذا اصاحبي، خير مولانا تبارك الرحمن، اش باغي الانسان، انا ها الاسيا هاي دابا على الاسانك، عرفتي شحال فيها من باك، ها عرفتي شحال فيها من سيري الايس لاين، وزيد وزيد وكاين العجب وعاد الايس لاين وكيتريبارا والهبال، ها الاسانك شوف 2021 هانا هاي، يلا بربزنا بها، يلا دارت الروبريز البارح، الله يسر الماليه، وكنشكروا الحباب كيديروا معنا التجاره في 5 دقائق، واحد النبيشه ان شاء الله مبارش صبغوا البارشوك اوريجينال، انا الحبيب ها الباك ايرلاين، هذه على الباك اسيدي هاي 37 ضربه 150 كيلومتراج، هانا بانوراميك والديناميك والاوتوماتيك ولا خدامه ليك، مرحبا بك، ركبنا لها البنوات جداد جودير 4 ركبتهم بيدي، خلصناهم دوبل في جداد، هي الحبيب سيرفيس عاوتاني يا صاحبي، وشوفنا راه حنا في قنيطره راه دراوش راه في قنيطره صاحبي، اش كيسامح حنا في كاليفورنيا ولا ترى، باش دير هذا العمل هذا راه خص الرجال اللي يقدروه، والله العظيم بالله راه شي مرات كتبغي تصلح تقول واه الطوموبيل دخلات مزير هادي، والله تفيت ال 20 فلوسي ولا دي لا رب سواه، ثمنها 22 نكذبش عليك، هادي ها هي عاوتاني فايته فلوسي 24 مليون هادي باش خالصه الطوموبيل، 25 ونص ثمنها، خنش هاد الفلوس اصاحبي محطوطه هنا شهر راك تسبب لك ازمه، ها المعلومات، مرحبا عاوننا دعمنا صاحبي، حنا باغي ندورو خفاف باش نجيبو هادي تبارك الله، الا كنصاحب هاد السيارة والله، المهم انا بياسة ناضية، المهم جديد وخا تبقى ما تقنطكش، ها البام ها المرسيدس، ولا كاين شي اي ام جي كاين شي حاجة حنا موجودين، راه السوق ديالنا العرض فيه قليل والطلب كتير، خصوصا في هاد الصيف هذا الطلب كتير، اي سيارة عندك المليح غتبيع وانت مستريح، كاينش مشكل، عاوننا على الحصول على الناس اللي عندهم المليح، وبارطاجي القناة ودعم خوك وتمتع معانا حتى يجي الوقت اللي تبيع وتشري معانا ودعي معانا، ومرحبا بك، هانا هادي هادي الضريبة 1500 درهم، هانا هاد الغزالة تا هي، شوف تبارك الله كتلمع، ها واخا الموديل طايح ولكن كاين المليح، خليها لك هذه بلا ما نهضر معاك عليها باش ما نبرزطلكش راسك، خلينا في الاقتصاد هنا، هانا ها السيسي ضربه 199 قول 200 2016، اسمع البري اللي غنعطيك، ضريبه 1500 درهم اوتوماتيك والديناميك ولا خدامه ليك، مرحبا بك البنوات جداد، طوموبيل ناضي، انا نعطيك سمع الثمن 16 اونص، يلا ها ضربه 200 اسي 2016، شوف شوف على البوانيه ديال الباب، شوف اه شوف حل ولدي حل، شوف تلمع مرايه تبارك الله، شوف سيسيا 2016 ب 16 ونص اخر ثمن من حيد والو، شوف لي واش كاين هذا البري عند بيع شري وكراج ومصاريف ومكازا وبركه قليله ودور خفيف، الزاج ديال الدار شو الطوموبيل كانت عندنا سعانيين بها، شوف شوف الكرسي شوف الفولو صافي تحلت ولدي، شوف مفيهاش غير الطوا 16 اونص فين هي، راه كانت عند مولاه قال لنا 17 راه دخلناها في الروبريز، هو حاسبها لنا ب 17 والزياده كاع ماشي حتى 17، ها الايرلاين ها البانوراميك والديناميك والاوتوماتيك الخداميك، مرحبا بك كات مونسيون هانا
شوف لي النظافه. ها الايرلاين هاي البلافو كحل هاي ضربه 141 انا الحبيب 39 وهذيك اللي لها 37 البنوات فيها جديد واش بغيتي هانا ها الاطروة 33 احنا دزلنا شي بركة القمة النظافة والقمة المليح المليح جديد نبشة ما فيهاش الطوموبيل هذه وكنحيي الشباب اللي كيتهلاو في هاد السيارات وكيعرفوا قيمة الحاجة اللي عندهم هانا لو كاين شي اسفير انا معك مرحبا ارسل لي في الواتساب تعاونوا اصاحبي شنو خاسرين حنا حتى في المجال ديالك ندعموك حبيبي ها المعلومات 2017 امبورتي 200 ضربه 145 هانا شوف تبارك الله بصورته شوف هانا ها الاسلام وكاين الا جاتك هذه غاليه راه كاينه الاخرى 22.5 وهذه 33 الزرقاء 33 والكحلة راه برا 22.5 قلنا 23 كاش ماشي روبريز 22.5 ومرحبا اللي بغيتي حنا في راه الإشارة ولكن الوضوح تيعجبني أنا هكا داير تنتمنى تقبلني وتنتع على راسي وعينيا عزيز وغالي شرفتي قناة أطول درحيمو تحية طيبة راه كاين توارك 2021 هي اللي جبناها دابا جينا بها الحمد لله كوليوس هي في قنيطرة ألفا روميو ستيلفيو تهي مرحبا بك تحية ليك وجميع الإخوان الطيبين اللي كيشرفوا هذا البلد الطيب